متوقع انه حتى ابطال اوروبا انه ليفربول ومانشستر سيتي يكونوا من الانديه اللي هيكونوا منافسين في اللقب بقوه بشراسه جدا. نعم. ليفربول ليه مستواه تطور في الفتره الاخيره؟ لانه العناصر الهجوميه المميزه زي ماني ساني ماني ومحمد صلاح مجموعه ديل لفتره من الفترات كان حصل دروب كده في مستواهم، لكن حاليا في تطور مستمر وبدا يحققوا انتصارات كبيره جدا. وليفربول برضو دخل يعني المنافسة في الفترات الأخيرة في الأسابيع الأخيرة، حقق انتصارات متتالية جدا بأرقام كبيرة جدا، لأنه العناصر الهجومية في ليفربول صراحة بالشكل يعني انسجموا انسجام تام وبيقدموا حتى مستوياتهم مرتفعة جدا يعني. ده اللي أدى شكل ليفربول الحقيقي، لأنه فعلا هو بعبع مخيف. حتى في الدوري الإنجليزي هو لما كان في ترتيبه الثالث والرابع والفترة هذه كان طبعا تشيلسي كان هو الثاني، احنا كنا متوقعين انه تشيلسي يتراجع وليفربول يتقدم، لكن اكثر من مره احنا قلنا الكلام ده، وده ما قلناه من فراغ لانه من حكم متابعتنا لليفربول لتشيلسي. تشيلسي لانه ما يملك البدلاء، وبالذات وحتى الهدافين في الدوري الانجليزي من ليفربول يعني اكثر من لاعب، وكل العناصر مفعله بصوره كبيره جدا. حاليا طبعا الدوري الانجليزي زي ما قال كابتن بابكر انه مانشستر سيتي كان بيجلس بارتياح في الصداره، لكن حاليا بالاسابيع الاخيره في ضغط عليه فارغ الصداره، انه هو ضل مستفيد المشاهد بالضبط كده. وحتى انا شايف مانشستر سيتي ركز على دوري ابطال اوروبا والدوري، وحاول انه ما يلعب في كاس الكاس. طيب جميل جميل كابتن بابكر. كابتن مدثر،